مشكلة امبارح. تعالى اقول لكم على حاجة مهمة جدا، وقفة الترجي التونسي في الحالة الدفاعية هتبقى عاملة ازاي، وخاصة بالجزء الامامي. يمكن الجزء الدفاعي هم مش هيختلفوا كتير، لكن في الجزء الامامي هتلاقيهم الوقفة كده بالظبط. فرانك كوم اللاعب الكاميروني هيبقى هنا، والشعلالي على شماله كده، وكلوبالي في الحتة ديت، وانيس البدري بينزل هنا بيعمل الدور الدفاعي، اوكي، ويوسف البلايلي بينزل هنا بيعمل الواجب الدفاعي بتاعه، وبيبقى طه ياسين الخنيسي في الحته دي في الجزء ده. ده الوقفه الدفاعيه. طبعا الرباعي الدفاعي سواء كان سامح الدربالي او شمس الدين الزوادي او خليل شمام او ايمن بن محمد هيبقوا تحتيهم، لكن دول التلت الوسط الملعب بتاع الترجي والتلت الهجومي بتاع الترجي. دي الوقفه بتاعتهم من خلال السداسي ده، السداسي ده اللي موجود قدامكم على الشاشه. فدي الوقفه الصحيحه او الوقفه اللي بيعتمد عليها الترجي في كل لقاءاته مع النادي الاهلي، في كل لقاءاته مع النادي الاهلي الوقفه ما بتبقاش غير كده بالشكل ده. يقفل نص الملعب بشكل كبير جدا، ينتشر، يفرد لعيبته بطول الملعب، طول الملعب في نص الملعب كده، يعني انيس البدري، كلوبالي، الشعلالي، يوسف البلايلي قافلين الخط اللي في نص الملعب، وتحتيهم الاستاذ ده اللي هو فرانك كوم، والرباعي تحت. فانت بتتكلم في تسع لعيبه في حوالي مثلا 30 40 يارد، فالمساحات بتبقى قليله. عشان كده بقول لحضراتكم لو نجح الاهلي ان هو يخليهم يطلعوا لقدام شويه عشان توجد مساحات هنا كويسه يستغلها المهاجمين بتوع النادي الاهلي، احمد حمودي ووليد سليمان وميدو جابر او اسلام محارب، اثنين من الثلاثه اللي هيلعبوا اللي انا قلتهم من شويه، فان شاء الرحمن يبقى في افضليه للنادي الاهلي. مباراه النهائيات احفظوا الجمله دي كويس قوي، بتتاخد على الاجزاء مش على الكل. يعني ايه بتتاخد على الاجزاء؟ يعني انت ممكن تبقى مركز 7-8 دقايق اخطف اللقاء خلاص خلصت. دي النهائيات، النهائيات بتتاخد على اجزاء من اللقاء. مفيش فرقه ابدا غير نادرا جدا على مستوى النهائيات سواء عربيا افريقيا اوروبيا مستوى المنتخبات بيوصلوا الفرقتين للنهائي وتلاقي فرقه مقطعه، فرقه ماسكاها غسيل ومكوى، صعب. والا الفرقه الثانيه وصلت للنهائي ازاي؟ فدي عندها قدرات ودي عندها قدرات، فبالتالي ده بيجي لها مساحه من الوقت تستحوذ وتسيطر وتبقى اخطر، ودي بيجي لها مساحه من الوقت تستحوذ وتسيطر وتبقى اخطر. لكن اللي بيستغل الموقف وهو بيستحوذ وبيبقى اخطر هو اللي بيفوز. عشان كده بتتاخد على الاجزاء. فكل ما تجيلك فرصه خليك بخيل قوي قوي وحريص جدا ان انت تجيبها، مش هتتعوض كتير. وكل ما استغليت الفرص ديت مع الترجي تحديدا بقى اسلوب لعبهم بيختلف خالص خالص. بتلاقي الشخصيه بتاعت الترجي طبعا على عيننا وراسنا وكل حاجه، لكن اعتقد بتبقى الامور التنظيميه بتغيب خالص تماما. فبتلاقي مساحات بقى يعني زي ما انت عايز، بتلاقي الوقفه دي مش موجوده اصلا، الارتداد ما بيجيش، فعشان كده بتلاقي هناك في رادس الترجي ما بيبقاش عارف يعمل ايه، هنا بيبقى واقف دفاعي من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، لكن هناك بيختلط عليه الامر. دي الوقفه بتاعت السداسي ده. تعال نشوف الكرات الثابته بقى، الكرات الثابته بقى، وركزوا معايا جدا جدا. بقى لها 3 سنين شخصيه الترجي ما بتتغيرش، وحتى في اول اغسطس وحتى في النجم الساحلي وحتى في دوري المجموعات، لا لا لا، الضربات الركنيه، ضربات ركنيه اسمها، ايوه ما هي الضربات الثابته برضه منها الضربات الركنيه، اوكي. اللي بيلعب الضربه الركنيه سواء يمين او شمال هو انيس البدري ومعاه الشعلالي، واحد فيهم اللي بيلعبها، يا انيس البدري، يا انيس البدري هو اللي بيلعبها، يا الشعلالي هو اللي بيلعبها، هنا او هنا، انيس البدري او الشعلالي. طه ياسين الخنيسي بيقف على العارضه القريبه، ده السنه دي، السنه اللي فاتت ما كانش بيعمل كده، السنه اللي فاتت ما كانش بيعمل كده، كان بيبقى هو هنا يا في النص يا في العارضه الاخيره. لكن السنه دي طه ياسين الخنيسي بيبقى واقف على الزاويه القريبه، على العارضه القريبه، بتتلعب له يا دوبك بس بيلمسها براسه كده، هي معتاده وقديمه وكل الناس بتعملها، لكن هم بيعملوها بشكل كويس، لان اندفاعاتهم كل ده بيقوم داخل كده، بمجرد بس ما بتتلعب كده هنا عند طه ياسين الخنيسي كل ده بلا استثناء بيقوموا داخلين كده في المساحه دي من العارضه الاخيره او من البنالتي، نقطه البنالتي اللي داخل الست ياردة شويه كده، اعمل خط كده لحد العارضه الاخيره او العارضه البعيده، كل ده بيقوم داخل، فبيعملوا ضغط شديد جدا على الجول، وبالتالي ممكن تبقى احراز الاهداف الضربات الثابته او الركنيه عندهم سلسه جدا. طيب تعالى تتذكر مع بعض السنه اللي فاتت في مباراه الاهلي والترجي 2-2 عشان تشوفوا الوضع عامل ازاي. بص هاتها كده، هي بالظبط، هي بالظبط اتلعبت كده، ده مش فاكر كان مين بقى، ممكن كان يبقى شعلالي ولا حاجه اللي لعبها واللي عملها براسه، مش فاكر مين بقى من عندهم، لكن طه ياسين الخنيسي بصوا فين، بصوا كلهم بيعملوا فين، ده طه ياسين الخنيسي مكمل هنا. السنه اللي فاتت كان بياخد العارضه البعيده او عمق المرمى، السنه دي هو اللي بيقف على العارضه القريبه، بصوا جايين من تحت على القريبه، كمل بقى امشي.
يا دوبك بس بيلمسها بيحولها يا في نص المرمى يا في اخر حته من المرمى، وهم كلهم بيبقوا مندفعين، فبالتالي هتيجي بقى لواحد فيهم سواء كان كولوبالي او كومب او خليل شمام لو طالع، او سامح الدربالي لو طالع، او الشعلالي او البلايلي، اي واحد فيهم يعني، او انيس البدري، اي واحد فيهم لو هو مش رفع كره، او الشعلالي مش واحد فيهم يعني، يا الشعلالي اللي بيرفعها والتاني بيكمل اللي هو انيس البدري، او انيس البدري هو اللي بيرفعها والشعلالي هو اللي بيكمل. زي ما قلت لكم اهو بتتلعب على طه ياسين الخنيسي، كل ده بيخش، كولوبالي بيخش، والبلايلي بيخش، وشمس الدين زوادي كمان خلي بالكم ده بيلعب بدماغه برده مش وحش، وخليل شمام وفرانك كوم، وبيبقى ورا لو الشعلالي مش اللي هيرفع، مش هو اللي هيرفع، هيبقى انيس البدري هو اللي تحت، ايمن بن محمد وسامح الدربالي. دي الكرات الثابته اللي ليهم. تعال نشوف بقى الكرات الثابته القريبه من المرمى. بصوا هي مش بتتلعب من هنا، هي بتتلعب من هنا، بس اللي بيلعبها الاستاذ ده اللي هو يوسف البلايلي، بتتلعب من هنا يوسف البلايلي اللي بيلعبها دايما في اتجاه الجول، دايما باتجاه الجول، وهتلاقوا واحد واقف قدام الشناوي او شريف اكرامي، ايهم هيقف بكره، فهتلاقي واحد واقف قدام شريف اكرامي او الشناوي، واقف قدامه بيعكسه، يعني هتلاقي بيقعد يتنطط كده قدامه ولا حاجه عشان يعني يخلي تركيزه يقل شويه. فهو يوسف البلايلي بيلعبها بالاتجاه ده، بيلعبها في الاتجاه ده، في اتجاه المرمى اللي هو اساسا واقف قدامه واحد، وعاده ممكن يبقى كولوبالي وواقف قدام حارس المرمى. فخلينا واخدين بالنا كويس قوي من الكرات الثابته اللي هي قريبه وبيلعبها يوسف البلايلي في اتجاه المرمى على طول، يعني ما بيلعبهاش لواحد، على طول بيلعبها في اتجاه المرمى. طيب اوكي، دي الضربة الثابتة اللي على الترجي من مسافات قريبة. ده برضو زي ما قلت لكم ان هو عنده حتة على المستوى البدني بتقل جدا في الشوط الثاني اللي هو كلوبالي، كورته ممتازة ممتازة، وهو وكم عاملين شغل رائع جدا من حيث الاستحواذ والضغط والسيطرة وكل حاجة والالتحامات والاشتراكات، لكن عادة عنده مشكلة كبيرة قوي في الناحية البدنية، بتقل بعد الدقيقة 57 58 من الشوط الثاني، وشرحت لكم امبارح ووريت لكم امبارح من خلال اللقاءات السنة اللي فاتت. فهو عنده مشكلة كبيرة في الحتة البدنية، لكن عنده كمان مشكلة تانية في الكرات الثابتة، ان هو بيسرح شوية، يعني بيسرح شوية، هو بياخد العرضة البعيدة على طول، كولوبالي ده بياخد العرضة البعيدة على طول، وهي لما بتتلعب على العرضة البعيدة او بتتلعب على القريبة وبتتسحب كده بالراس ولا حاجة الخلفية كده، ممكن تلاقي سرح شوية، فبالتالي يبقى ممكن نخطفها بشكل كويس. طب تعالى نتذكر كده السنة اللي فاتت برضو، يعني في الفاول اللي جابه صالح جمعة او اللي كان متسبب فيه صالح جمعة واللي احرزه يعني وليد ازارو هدف التعادل هنا في برج العرب، بص هتلاقي كولوبالي فين؟ كولوبالي هنا، مش هو ده؟ هو ده ماشي؟ كمل هو كولوبالي ده ماشي؟ بياخد العرضة البعيدة بقى. اوكي ده كان رامي ربيعة، ربنا يشفيه بقى ويعافيه وان شاء الله الرحمن يرجع بشكل كويس، او انا متأكد انه هيرجع بشكل كويس جدا جدا. فمهم قوي، مهم جدا يبقى في تكمله وروح في اتجاه الكوره، وتلعب الكوره في في, في 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 اتجاه حارس المرمى، او في يدوبك بس في التلت الاخير من العارضه، يا ريت يا ريت. ده وليد ازارو طبعا ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى له فعاليه بكره باذن الله. اوكي تعالى يا سيدي، احنا خلاص عرضنا الكره الثابته ديت، مفيش مشكله خلاص فيها، يعني خلينا دايما نقول ان هم عندهم قدرات هجوميه كويسه، وعندهم يعني مميزات وامكانيات كويسه، لكن احنا كمان عندنا قدرات ومميزات وحاجات احسن بكتير جدا، عندنا شخصيه لعيبتنا، والعمليه مش مرتبطه بشخص واحد بس، مش مرتبطه بشخص او لاعب بس، مش هو اللي هيقوم الليله، مش هو اللي يعني هيفتح الباب ويقفله، ولا هو اللي يرش قدام المحل ويقفل قدام المحل ويعمل كل حاجه في الملعب، لا طبعا. اللعيبه كلها نجوم باذن الله، اللعيبه كلها نجوم باذن الله، وهي ادوار يعني بتتلعب، لكن انت بس بتاكد على شويه معاني، لان التفصيلات الصغيره اللي الناس بتستهون بيها، والناس اللي هي يعني ايه المشكله لو ما رجعتش في اود، وايه المشكله لو ما رجعتش في ضربه ركنيه، يعني مش الدنيا مش هتخرب، لا الدنيا تخرب في لحظه، في ثانيه، في اقل من الثانيه كمان الدنيا بتختلف خالص. اللي انت بتستهون بيه ده اللحظه ديت بتغيب بطوله وبتجيب بطوله، واللحظه ديت اساسا بتعلي فرقه وبتنزل من فرقه، واللحظه دي بتدي افضليه لفرقه وبتدي يعني سلبيه لفرقه اخرى، فبالتالي ما تبخلش باي نقطه عرق واحده في الملعب خلال ال90 دقيقه، سواء كان
في رادس او في برج العرب ما قبل رادس. فبالتالي لازم تبقى مهم جدا والتركيز مهم جدا جدا من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. عندنا فعاليات كويسه وعندنا امكانيات وقدرات كويسه وعندنا لعيبه عندها مهارات كويسه، يعني ممكن يبقى مولد افريقي كبير لاحمد حمودي وميدو جابر واسلام محارب، ومولد افريقي كبير جدا جدا لكولوبالي، واللي انا اتوقع باذن الله اتوقع ان هو ممكن يبقى له حاجه من خلال الكرات الثابته باذن الله تعالى. وعندك كمان ايمن اشرف في الباك ليفت، وان شاء الله الرحمن يكون له دور كويس جدا جدا جدا. هاكد على نقطتين